الفيلم اللي رح نتعرف عليه اليوم مشاهدينا هو فيلم بيستاهل انه نضوي عليه ونتعرف عليه اكثر، وعنوانه ترويقه في بيروت لفرح الهاشم. اهلا وسهلا فيكي فرح. اهلا وسهلا. هذا اول فيلم روائي لك فرح بعد عده تجارب بالافلام القصيره، وحضرتك مش بس مخرجه هالعمل، انت بطله هالفيلم وكمان منتجه وكاتبه وكمان ادوار كثيره لعبتيها بهالعمل واعمال اللي قبلها، لانه هالقد انت دقيقه بعملك وهالقد بتحبي تهتمي بكل التفاصيل. هالفيلم اول فيلم روائي لإلك، وهو اذا بدك تحيه حب لبيروت، عبرتي عنه هيك بطريقه خاصه، رؤيه خاصه لإلك لهالمدينه اللي يمكن ما في اثنين بيتفقوا حولها، ولكن الكل بيتفقوا ان هي ما بتشبه ولا مدينه اخرى بالعالم. لمين هديتي هالفيلم اولا؟ اول شغله مرحبا. ثاني شيء انا هديت هذا الفيلم لشخص عزيز علي بخلال اقامتي بنيويورك ودراستي للسينما هونيك وشغلي. صرت كنت احضر افلام مارون بغدادي. من وراء مارون بغدادي لما رجعت على بيروت، نفس الحلم اللي هو كان عنده اياه انه يجي يتصالح مع نفسه ويصور فيلم زوايا قبل ما يموت بسنتين. انا قلت بدي ارجع على بيروت، بس ما كنت عارفه ليه، بس بدي صور هذا الفيلم. هذا الفيلم انكتب 70 مره درافت قبل ما اجي على بيروت، وكب كل الدرافت وصور نسخه 70 مره مش عم تزبط الفكرة، وبدي صور، بدي أحكي عن تجربتي أنا كنت درسي ببيروت من زمان بالألأيو. نعم. بدي أحكي عن تجربتي الجميلة بالجامعية، بدي أحكي عن بيروت اللي بتتغير كل يوم، الاستقرار المش المخيف، ما في استقرار بالبلد. هل قد كنت حابة تكوني وفية برؤيتك لهالمدينة؟ عبالي كنت أجمع كل هالأفكار عن بيروت، لقيت مارون بيجمع شغلي واحدة، إنه هو عباله يتصالح مع المدينة. نعم. بس اللي ضايقني إنه هو ما حقق حلمه إنه يسافر على هوليوود ويفتح كارير، فأنا قلت إنه بحقق حلمي وبحلمه وبرجع على بيروت وبصور فيلمي، وممكن اهديه الفيلم اللي ما تصور. فهذا الفيلم بمثابة تحقيق حلم شخصين، حلم يعني حلم انت مارون. حاولت تعملي اللي هو ما قدر يعمله؟ عم حاول، لانه كان عندكم رؤيه مشتركه بركي او تجربه مشتركه بهالمدينه. هو بيحكي عن شغله، عن دائره الفيشس سيركل، الدائره المميته اللي بتدخل المخرج بالسينما وبيصير يعيش حياته بافلامه وافلامه تعيش بحياته. انا عايشه هالدائره. فهذا الفيلم بيحكي عن المخرجين لما يعلقوا اوقات بس بافلامهم وما قادرين يطلعوا منها. انا حسيت هذا الفيلم ببساطه جسد حبي وتفاصيل علاقتي بالمدينه. هالفيلم شوي غريب فرح، لأنه بينقلنا بين الواقع وبين الخيال، مع شخصيات حقيقية ومع شخصيات خيالية. أنا هيدا أنت بطلة الفيلم. أنا بطلة الفيلم، وفي كتير عالم أشخاص مثل بديع أبو شقرة. نعم، ممثلين مخضرمين ومعروفين. بديع أبو شقرة، عبد الرحيم العوجي. نعم. المخرج مطالع نازل، محمود حجاج وأستاذي الفورمر وماي بيست فريند، وناتاشا شوفاني وزينة مكي. نعم. وحتى والدتي عواطف الزين اللي هي كمان المشرف العام للفيلم، وفي كمان مي سميث ونور شحادي ونجيب. نعم. نجيب لبوس، في كتير ناس موجودين أشخاص بالفيلم. منهم ممثلين كمان، في ناس ممثلين وناس لا، بس أنا حبيت أني سلط الضوء على حياتهم الشخصية، بس بنفس الوقت كل واحد خلق شخصية حقيقية وهمية بحواراته بالفيلم. يعني هذا الفيلم هو خلط بين الوهم والحقيقة. شو اللي بيجمع بين كل هالشخصيات اللي ذكرتيها، إن كانت حقيقية أو خيالية؟ بيروت. فرح بيروت كيف كلهم هن مش قادرين يعيشوا فيها وبدهم يفلوا، مش قادرين يتخلوا عنها، مش قادرين يتخلوا عنها. أنا حالي يمكن النسبة الأكبر من الشعب اللبناني بعيشها أو عايشة حاليا. يعني هلا قبل شوي في نحن عم برنامج ألايف ماشي، فجأة في أخبار عاجل، عدم الاستقرار بالتنقل من شيء لشيء. هذا اللي أنا عم بحكي عنه، إنه نحن ما في استقرار ثابت بالمدينة. هذه صورة عن الحالة ببيروت، صورة عن الشعور اللي منحسه. خلينا نشوف مشهد من هالفيلم، تحمسنا كثير فرح. لك هلا ما بعرف، عاش عندي عناوين، بطلت اعرف اقول انا ممسي، انا بي، انا ابن ضيعه. تشربكت الاشياء وضاعت الطاسه، وصار كثير النهار كراودي، كثير معجوق بكل هودي الاشياء. شو الحل؟ ما في، لا يوجد، وكل حل واضح قدامك هو وهم، لا يوجد. بيروت هي لحظية، هي العلاقة بهلأ شو عم بصير، لأنه بكرة بتختفي.
بتختفي مش انه حارب ويا لطيف وانه وانفجارات، لا بتختفي لانه هي مدينه مش يعني مدينه مش مش دائما تبحث عن التغيير، لانه بعد لهلا ما وجدت نفسها. سكانها كل الوقت عم بيحاولوا يفتشوا على الافضل وما عارفين انه خلص هذا افضل شيء ممكن، هذا افضل شيء ممكن تحصلوا عليه. حلوه بيروت، ليك المنظر، اي لايك ات من السياره. بس when will they ever finish construction؟ never. Seriously, like, they are always constructing. Like, you always see these like somewhere. مش معقولة العجقة. ليه عجقة فيه؟ شغل خلصوا هلا؟ 3:15. يعني كل شيء، ريحة المازوت أول ما أوصل على المطار، هيك بتوصل تطلع على مطار بيروت، في ريحة بتشمي مازوت ورطوبة. I love this. I love it. So بوصل بحس إف بدي بعد. رطوبة ومازوت أكثر الثاني، يعني أكثر شيء بكرهه وبحبه صرت هون. Why؟ ما بعرف. مش معقول مدينة ما فيك تمشي فيها بحرية حاملة كاميرا، العالم كلها بترجف. كاميرا بترجف كل السياسيين. مش معقول مدينة ما فيك تروح تطلع بشي عام، هلا بيقولوا لك بص الدولة. مش معقول مدينة ما فيها محل تلاقي مع ناس ما بتقربيهم أو ما بتعرفيهم أو مش أصحابك. فرح، مجموعة من المشاهد شفناها، تعرفنا على مجموعة من الشخصيات، آرائهم مختلفة وكأنه كلهم عايشين نوع من الصراع حول علاقتهم بهالمدينة السحرية إذا بدك. في نوع من الانفصام بنعيشه لما منسافر وبنعيش الغربة، ولما بنرجع بنعيش عدم الاستقرار ببيروت. هذا الانفصام بيأثر على شخصيتنا. يعني لما بنكون بعاد عن المدينة بنشتاق لها وبدنا نعيش بس فيها، بس نجي بنحن قادرين بدنا نفل ما قادرين نتحمل. غريب هالشعور المشترك عند كل اللبنانيين. وانت كثير تأثرت انت وعم تحضري هالمشهد، وقلتي لي حتى انت عم تصوروا الفيلم كلكم بكيتوا، كلنا بكينا وكلنا مرات بديع يقول لي وقفي ما بدي، عبد الرحيم يقول لي ما. ليه شو عم بيطلع من داخلكم؟ يعني مثل اللي كانه انا كنت عم بفتح تراب وعم بحفر، بدي كل الاسرار الواقفه والافكار والقهر يطلع من اليوميات. عم تكشفوا يمكن اشياء افضل كنا دافنينها نحن بداخلنا. ايه يعني جرح ما طب بعد. ونحن بيروت بمراحل حروب متواصله، ما اخذنا وقت لنرتاح، فمن وجع لوجع لمشاكل كله مع بعض. هو جرح الماضي، عندك جرح الماضي، الوضع الحالي، او جرح خوف من المستقبل. في شو جمله بيقولها بديع بس ما حبيت اقولها، بس انه لازم ضروريه. بيقولها انه المهاجر هو مريض متواصل. كل 5 دقائق من نهاره مرض. هو عاش تجربة الغربة، هو حاليا عايش بكندا وبيجي من فترة لفترة بس تيشارك بأعمال. في منهم بعدهم عايشين، في منهم مثل بديع وعبد ومحمود حجاج بعدهم عايشين المرض المتواصل. أنا عايش الانفصام، بعدني أوقات بفيق. أنا ببيروت ما بعرف، أنا ببيروت ولا بنيويورك. هيدي في ضبابية، واللي احنا أنا عم بعالجها، عم بحاول لاقي لها حل. هلا أنا لقيت شوية حلول وقصص تركتها ما لها حل، بس إنه الشيء المشترك إنه كلنا بنعشق بيروت لحتى النخاع. مرض هيدا الحب، بس مرض حلو. طرحتي حالة مرضية، هذا واقع كلنا عم نعيشه، ولكن بتطرحي حل؟ شو الحل؟ أو هل رح نستمر بهالصراع، نستمر بهالحالة؟ بحس في جملة كمان مهمة، بحس بيروت هي حلم معلق. إذا تحقق ببطل هذا الحلم موجود، وهيدي أمي بتقولها كمان بالفيلم. أنا كمان إنه بيجي من تجر من باكراوند مختلفين، نص كويتي نص لبناني، ديفرنت باكراوندز من أمريكا، وعشت بنيويورك وبال اي، وكثير في مدن حوالي. بس المدينة اللي كانت عم تدور حول راسي ومعلقتني بدايرة مارون بغدادي هي بيروت. وأنا قلت إنه وين ما بروح حضل فكر فيها، فأنا ما بعتقد هيدي إلا كلنا. ما إلى نهاية. نعم. ما إلى نهاية. وين راح يشارك هالفيلم؟ مدته ساعة وربع. هلا مدته ساعة وربع، راح يشارك بمهرجان الإسكندرية الدولي السينمائي بشهر 9. بعدين إن شاء الله نحن بعدنا عم نقدم لهم، بعده جديد طالع الفيلم اليوم فريش. نعم. يعني هالسنة حنقدمه على دبي فيلم فاستيفال، ونيويورك فيلم فاستيفال، ولوس أنجلوس، بيربانك، كاليفورنيا فيلم فاستيفال. نعم. وإن شاء الله بنجيبه على بيروت قريبا نعرضه بالسينمات. بتأمل.
لازم بيحكي عن بيروت ولقلنا أصلاً بالأصل. أكيد. من هنيكي على هالفكرة فرح وعلى هالعمل، نحن متوقعين نتائج كتير حلوة بكل المهرجانات وناطرينك بس ترجع لي عنا بيروت. So much. أهلا وسهلا فيك. وقفي مشاهدينا ومنشوف نتيجة الميك أوفر مع ريتا وضيفتها اللي طالع عروس بتجنن.